السلام عليكم لدي زاد، كيف حالكم؟ جاسبر كفوز علي بيان وفي صحة جيدة، مباشرة من مدينة سيدي بن عباس. الساعة تشير راها 27 صباحا، اليوم رانا لو 16 جوان، الطقس اليوم حامي، راها ديجا دروك راها واحد تكون واحد 18 دغري ولا، الطقس فريمون حامي اليوم، راهم دايرين يوصلوا لي طومبيراتور حتى ل 35 دوغري. مسيو جوجل هذا راه يقول فيها في الواقع هي 38 درجة 40 درجة. السلام عليكم، دائما معنا في مدينة سيدي بن عباس بولفار تاع لاماطا، نقال عليكم الوحش تاع البلاد. اما قطع صباحا قال هايا يا هايا نبغي جمعانا، والله لا نبغي جمع على ديزا سيتو الصبحيه لا ماتيني كي هايا بس ما زلت لا هكذا نسرع عليها في العلف. فيها قهوة وانتو كل على الله. سنتر فيل صباحا شتو الاسعار تاع الخضر كيفاش في دو جور تروا جور لفت 40,000. اسكو هذا اللفت هذا ينتقل في العيد؟ ما فهمتش انا اللفت ينتقل في العيد، شكون اللي غادي ياكل لفت؟ ما فهمتش علاش طلع 40,000. مي لو بروبليم فينا حنايا، على بالكم حنا لي ديزات كي حاجه تزيد مش عارف كيفاش هما ثاني كيزيدوا يهبلوا، فهمت؟ يقعدوا يحوسوا عليها كما قال لك عندك خولة ليها في لابوست. شحال الساعة؟ شحال راها؟ 7:30. كل واحد له حسن عاونها، بزاف تاع ناس مازال ما خلصوش، ماشي سهلة. ايوي قلت لكم حاجة، حنا كي تزيد الناس تطيح عليها، ماشي تبويكوتي قال ما نزيدش نشري هذيك الحية، لا لو كونترار، هذاك وين يزيدوا يهبلوا يقعدوا يحوسوا عليها. كان يحس يشري غير رطال تاع لفت وما يطلقش وما عنده ما يدير به، اللفت ديباسا ولا غالي على البنان ولا كي التفاح اللي شريناه البارح من عند خونا حسين. سي غراف سي غراف فريمون سي غراف، عطاو الموالين سي باسو الفرومبو للتجار باش يدق دقو خوتهم. الناس هبلت، انا تعرف بلي لي ديزاد فريمون حنايا وحدنا فاهم. قال هبلوا خويا راه طعام لفت 40,000، لوبيا خضراء 40,000، طوماطيس شعرها 13,000 14,000 15,000، كانت غير صافي ما با دو جو كانت 13,000، كانت 6,000 7,000 8,000، ما يهبلوا هادو بس هبلت يا معاينة ولا هبلوا خو. في المغرب فوالا ليهو غير هنا ولا ليهو ليهو
غاشي راه بارتي ديال الحاله وين تقرا عند ديستريبيوتور دو بيت قال ازي راه كولا خو احسن نعاون خو وهذا ربي يقدرها كما قال هو خليفتها على الله. ايوا كوش زاد يا محاينة في دو جور يقول لك مسلمين هادو. انا مع ماشي انا مع لي ميكريون نقول لكم لي ديزاب واحد الخبيث شي يقول لهم واحد المواله. ايوا كونيكسيون ما كانش عندي ديال بارطاج هذاك تالمون التليفون والف ما كاش كونيكسيون كاع لا جورني راه مخروط قالك سي با فاي راه كاينه كونيكسيون عندكم كونيكسيون كونيكسيون راه قاعده راه مقطوعه باك صاي رانا الجمعه رانا الجمعه ما بقاش نورمالمون راهم طارقينها نرم لا ما بقاش ازبرت هذا وين طلعت وليكم هاد لا فيديو وليكم هاد التصويره انيدي فوبورتير دريدر لا واش تاع دريدر ولاد الحومه هادو لي زونسيان او عمي دريدر الله يرحمه مستعلي عمي الشريف هذا كان مع عمي الشريف ونسيت كيسموه كان معاه في الحانوت نعقل فوبورتير نضرك راها فوبو هاد البلاصه هادي راه فيها رمضان فيها قهوه هنا هادي هنا كانت كوشه تاع ابراهيم ولاد الحي هذا كان صاحب شيباني هادو زوج كانوا صاحب شيباني عمي الشريف وعمي دريدر مول لافاج ايوا قبل ايبوك فوبورتير ولاد الحي خويا ولاد فيل الشير نوريكم اسخلوا معنا هذا المواشى يقول لهم عندها 70 عام اسخلوا شنو غادي يقول لهم غادي يسقسي جورناليست يقول لها زعما علاش راها غالي المال وصوالح واش اسخلوا شنو غادي يقول لهم بسم الله او قادر ولدي او قاطعو اسخلو كي راه قالب ال كاش فايده ما يديش فايده عندهاش فايده عندهاش فايده هو يقف باطل ما عندهاش فايده مسكينه فاهم الخروف نربو الخروف وتولد النعجه ونحلفوها ونتبعوا غير بالسياس ويكبر منها ونكرسوه ونخسروا عليها الدراهم ويجيبوا الدبوس ب 500 زرعوا ب 600 لا النخاع دبوس ب 500 ربوا 120 تنديها ومعلفهم راهم في 6 شهور يعرفوا ودير الخدام 5 ملايين داير الخدام 5 ملايين سمعتوا مليح داير الخدام هذا الخدام اللي يخدم عندها في الشهر هذا ب 5 ملايين هذا تما راه كل ميدسان علامه راكي طبيب هذا تما حنا قالنا نروحو نخدمو في نروحو نخدمو عند خونا هذا بخمس ملايين راه يخلص خمس ملايين في الشهر راه خير انا خير من خدام عند الدولة ملايين الشهر يحول في الماء يحول في الماء وراه راسولي هذا اللي كاين ومن دسيخة مش شكيخة زايد في 56 راه عندي 70 عام كنعامل 70 عام بلا فايدة مسكين يخدم عنده 70 عام يخدم بلا فايده مسكين يخدم غير هكا فاهم؟ تعطيني هذه ما نعرف حي طابط الماكله ثاني خرجت الخبز قال لك الماكله رخيصه قال لك الماكله رخيصه لا ماشي رخيصه لا هي لا رخيصه وقال يا بس حطيت الدبوس ب 440 حطيت 200 قلت قال لك الدبوس في الاولى قال لك دبوس 500 دوك راه يقول لك 450 شوف غير هنايا ديجا بدا فاهم زين الخاله مازال تسوى مهم غالي مهم غالي ونبيع لكم غالي وندقدقكم هذه هي ما فاهم ما طاحت والو ما طيح ما والو ما تفكرش تموت واش تعطيه؟ ما تفكرش تموت نعرف المهم في فائده وحصول نقول لكم تحياتي خالصه اليكم جمعه مباركه ان شاء الله وكما قال غير الصحه هذه هي غير الصحه اللي معيش هذا العام يعيد العام الجاي وربي يفرج على كل مؤمن ونقول لكم تحياتي خالصه اليكم ونهاركم مبارك ان شاء الله هيا تطلق لي دي زيد السلام عليكم باي باي تحياتي لي دي زيد